نروح بقى نطمن مع حضراتكم على المصابين. امبارح شارك حسين الشحات في التمرين بعد طبعا ما كل اعضاء الجهاز الطبي اتاكدوا من جاهزيه اللاعب عقب شكوى من الام خفيفه في العضله الاماميه. كمان شارك بدر بنون في التمرين الجماعي بعد تعافيه من اصابته بفيروس كورونا وخضوعه لبرنامج تاهيلي لمده 3 ايام. واكتفى محمود متولي باداء جلسه في الجيم بعد ما شارك في جزء بسيط من التمرين وفقا للبرنامج الخاص بيه طبعا نظرا لوجود تورم خفيف في الفم بعد عمليه خلع الضرس. وبنقول لهم جميعا الف سلام عليكم وان شاء الله نشوفكم متالقين في الملاعب قريبا. ده خلع الضرس ده كارثه. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. من اكثر الحاجات المؤلمه بجد، يعني اكثر من العمليات العاديه. فظيع.